الخبر الاول عدنا عن فهد الزين ووصول قناته باليوتيوب لل 500,000 متابع. طبعا ما راح اجيب هذه المقطع يا حبايب، انتظروا مقاطع راح تنزلكم باكر، راح يكونون بهذه المواضيع هواي مقاطع. احبكم هواي يا حبايب، واركوا لي بالكومنتات وانتظروا مقاطع باكر. وطبعا بهالمناسبة السعيده يعني احب اقول لكم انه قناتي حاليا ماكل 4 سترايكات ومعرضه انه تنحذف، بس احد يشيل هم يا حبايب، ان شاء الله القناه ما بيها شيء وان شاء الله ترجع القناه. يعني نقل عادي يا حبايب، هاي السترايكات عباره عن ظلم واكثر، بس حبيت اخبركم. طبعا ما حبيت اسوي دراما عمود ناس ما يقولوا لي انه تكبر كل مره وقصه ودراما ودراما، فما حبيت احكي هالمره بالموضوع، بس مجرد حبيت اقول لكم انه انا ما كسبت سترايكات، بس حبيت اقول لكم بس على هذا الشيء، بس على مود فجروا هذا المقطع باللايكات يا حبايب، لانه قناه تعرفون ما كسبت سترايك شوي ينزل التفاعل عليها، فدعموني بزر اللايك على مود التفاعل ما ينزل عندي، وبحبكم. ننتقل حاليا لمحمد جواني، تنزل اغنيه اليوم يا حبايب الجديده اللي راح تكون اسمها اولاد صغار، حتكون ديستراك على مصطفى ريدر ووسام تكت، وبنفس الوقت جايب سيره ياسو وبيسان. طبعا الاغنيه تنزل لكم اليوم يا حبايب على الساعه 3، فاكتبوا لكم التاج جامد متحمسين. طبعا سيره جواني يا حبايب هو شال فولو عن مريم، طبعا لسبب سبب يا حبايب، فمثل ما تعرفون انه هي صورت ويا ريدر ستوري وتقول انه جهزوا اشياء خرافيه بالمستقبل. فللاسف يا حبايب لاول مره مريم تصير مشكله بينها وبين جوان حقيقيه، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات زعلانين او فرحانين بهذا الخبر. وننتقل حاليا نور مارو صلحه ويا احمد ابو الروب، فبعد كل المشاكل اللي صارت بيناتهم واخيرا يا حبايب صار الصلح اللي ما بينهم، فنور مارو رد الفولو لاحمد ابو الروب وصاروا اصدقاء، وبهذه الحالة اعلنوا انهم حاليا صاروا اصدقاء. فان شاء الله الف مبروك هذا الصلح ولدهم البعض يا حبايب، واكتب لنا بالكومنتات هل انتم فرحانين بهذا الخبر او زعلانين بهذا الخبر. ننتقل حاليا انس شايب وتنزل شوية ستوريات واضح بها انه كل الزعلان بنفس الوقت مكتئب يا حبايب للاسف، وكان يشكر بها بيسان انه هي الوحيدة اللي وقفت وياه دعمته، ولكن الصدمة يا حبايب كانت هو اعلان انه راح يصير اكو مباراة ملاكمة جديدة بينه وبين ادم صالح يوتيوبر اجنبي كلش مشهور يا حبايب كلش قوي بالملاكمة. هذه البطولة يا حبايب راح تصير بيوم 15 بالشهر يعني بعد 8 ايام. الصراحة راح يكون نار 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 نار، المباراة حتكون كلش نار يا حبايب، وادم صالح صار يلعب ملاكمة سنين هواية. اكون راح احطكم الستوريات مالته كلام من قلبه يا حبايب، لازم تشوفوه عم تفتهمون دخوله للسجن وقصة انه يمكن يفوت للسجن يا حبايب، فشوفوا الستوريات عم تفتهمون اكثر. حبايب قلبي بما انه الاغلبيه بده انا اطلع واحكي شو قاعد بيصير معي، فحبايبي حابب ببداية الستوري احكي لكم صلى الله عليه وسلم وصلى على سيدنا محمد. والله العظيم في جوات قلبي وجع كثير كبير الوجع، الله وحده بيعلم فيه، فحابب حبايبي اطلع وافضفض كم شو جوات قلبي. كلياتكم بتعرفوا انه كان عندي حساب على الانستغرام عليه تقريبا 2 مليون متابع، وبيوم وليله تسكر. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي سكروا لي الحساب مين ما كانوا يكونوا، لانه حبايبي هاي رزقتي، وانا عامل عقود مع كثير شركات واجباري لازم عندي انستغرام، لانه ما يكون عندي انستغرام راح يصير علي كثير مشاكل. فبيسان يخلف عليها والله العظيم ما قصرت، عملت الحساب جديد ودعمتنا عليه وكانت من الداعمين لي، ما بنسى لها هذا المعروف. برضو شكرا كثير لأصدقائي في السوشيال ميديا، لكل شخص طلع ودعمني، والله الكل ما قصر طلعوا ودعمونا على الحساب البديل، والناس اللي بتحبني تابعتني الحمد لله بفترة قصيرة تقريبا صار عندنا 500,000 متابع. زي ما انتم شفتوا حبايبي الحمد لله رب العالمين حسابي البديل خلال فترة قصيرة صار عليه 500,000 متابع. انا بامكاني استنى حسابي القديم، حساب القديم اولاد الحرام بس بيحاولوا انهم يوقفون عند حلمي، بيحاولوا يضروني يخربوا رزقتي، بيحاولوا يدمروني نفسيا معنويا، هم ما بيستفيدوا شيء. حساب القديم مش انه طار نهائي، لا حبايبي بده شويه وقت وان شاء الله حساب ال 2 مليون راح يرجع. فانا بس اضطريت اعمل حساب بديل وحساب جديد لانه عندي كثير عقود وشركات، فانا كثير بنضر اذا ما بيكون عندي حساب انستغرام حبايبي، انتم بتعرفوا في امور العقود. فعملت حساب الانستغرام جديد والحمد لله الامور كلها تمام وصار عليه 500,000 متابع. زي ما انتم شفتوا قبل تقريبا 5 ايام رجع اولاد الحرام حسبي الله ونعم الوكيل فيهم طيروا الحساب البديل، فانا هون صابني اكتئاب كثير كبير، صابني وجع جوات قلبي، نفسيتي تحطمت، نفسيتي صارت صفر، تعبت كثير خلص بطلت اعرف اجمع، بطلت اعرف شو اعمل شو اسوي، انجنيت كثير تعبت. فاللي صار برجع وبحكي لكم حبايبي، بيسان الله يخلي لي اياك يا رب وما يحرمني منك. اليوم بيسان متفقه مع اخوي سامي الكبير وعاملين حساب انستغرام جديد ومأمنين الحساب. بصحى من النوم بتفاجئ انه بيسان قاعد بتنشب له حساب جديد لالي، حبت انه تريحني شوي نفسيتي تخفف أوجاعي، لأنه بصراحة قلبي كثير بوجعني وكثير زعلان ونفسيتي صفر الفترة هاي بس طار الحساب البديل. وغير هيك شكرا لكل شخص حبايبي عمل لي متابعة لهذا الحساب، الله يخلي لي اياكم يا رب وما يحرمني منكم، شكرا لمحبتكم الله يخلي لي اياكم، انا بدونكم والله العظيم ولا شيء. شكرا لكل شخص تابعني. وبالنسبة لأصحابي في السوشيال ميديا والله بصراحة انا ما بلومكم اذا ما نشرتوا لهذا الحساب، انتوا عملتوا اصلكم وقمتوا بالواجب اول مره، اول ما طار حسابي في حسابي الثاني البديل والله كلياتكم ما قصرتوا، فما بلومكم اذا ما نشرتوا لهذا الحساب، عادي ما في مشكله. ان شاء الله خلال فتره قصيره حساب الاثنين الحمد لله رب العالمين
الله مصبرني على كل إشي قاعد بيصير معي، من أول ما طار حساب الاتنين مليون يتسكر وأنا نفسيتي صفر لحد اليوم، وطار حسابي ثاني، بس إن شاء الله الأيام الجاي خلال فترة قصيرة راح يرجع حساب الاتنين مليون، راح يرجع حساب البديل، وراح نرجع أحسن من أول، وراح أنسى كل الحالات النفسية الصفر اللي مرقت فيها والتعب والإرهاق اللي مرقت فيه إن شاء الله حبايبي. وبرجع بحكي لكم أنا كثير بحبكم وكثير فخور فيكم والله. حبايبي بس طايل آخر موضوع راح أحكي معكم فيه، أتمنى إنكم تسمعوه، وأنتوا راح تنصدموا وراح تتفاجئوا كثير من الموضوع اللي راح أحكي فيه، بس هذا اللي صار. حبايبي كلكم بتعرفوا بطولة البوكسينج اللي أنا لعبت معهم فايت أول مرة، أنا وقعت معهم على عقد، وزي ما شفتوا بالتفاصيل شو صار معي بالفايت الأول من غير ما أقعد أحكي لكم شو صار معي، أنتوا بتعرفوا بالتفاصيل كل إشي صار معي بالفايت الأول. هسا في جزء ثاني من البطولة راح يكون بنفس المكان بكوكولا أرينا ب15 الشهر كمان 8 أيام، صارت التقسيمة بين الشباب وباقي آدم صالح. الإيفنت تواصل مع ناس من برا الإيفنت، ناس من برا إنهم يتضاربوا مع آدم صالح، والكل خايف من آدم صالح إنه يعمل فايت معه، كل الناس خايفة، كلهم برفضوا خايفين يلعب مع آدم صالح بالفايت. فأنا على الجهتين رح ألعب بالبطولة إجباري، يعني الإشي مش بإيدي. فأنا قررت إني أعمل فايت مع آدم صالح، أنا ما عندي أي مشكلة، معي بس 8 أيام تدريب لأني صار لي فترة طويلة قاطع تدريب، فكونوا جاهزين للحرب اللي رح تصير وأنا قدها وإن شاء الله. أنا أخذت قرارك متأكد، قرار نهائي يس حبايبي، قرار نهائي، أنا قررت ألعب فايت مع آدم صالح. أحكي لكم ليش حبايبي، أحكي لكم سر عني، أنا بني آدم ما عندي إشي اسمه مستحيل، وقلبي قوي وبحب أخذ كل تجارب الحياة لأنه العيش مرة واحدة، فبحب أعمل كل التجارب بالحياة، عشان لما أكبر أصير أقول والله وأنا صغير عملت هيك وسويت هيك. يعني علي أساس آدم صالح الكل خايف منه حبايبي، والله الكل خايف منه، الكل خايف يلعب ضده، الكل خايف يتحداه بالفايت. ف ليش 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 ما الكل يخاف يلعب مانس الشايب؟ فقررت اني اخذ هاي التجربه لانه انا قلبي قوي وادم صالح. روح حاليا الفضيحة ياسو يا حبايب، فامبارحة يا حبايب تقريبا بالليل هي سوت فولو لواحد اسمه يسوع، مثل ما شايفين يا حبايب لو ندخل على حسابي طبعا مثل ما شايفين يا حبايب هذا هو يسوع، هذه هي صوره، هو بنفس الوقت هم مسوي فولو الياسو اللي ندخلنا هنا وكتبنا ياسو راح اشوف انه هو هم مسوي له فولو. ولكن الغريب الموضوع يا حبايب لو دخلنا الستوري مالته راح اشوف انه هو مصور ستوري الساعة 4 الفجر ويا كوجي اللي هو تشلب مال ياسو. وصدم الاكثر يا حبايب انه هذا الشخص هو بالتيك توك مالته مصوره يا بيسا وليسان وبنفس الوقت هم يعني أصدقاء، والمتوقع يا حبايب انه هو حبيب بيسان السابق. يمكن يا حبايب ياسو حاليا قاعد تنتقم من بيسان مثل ما هي قاعد صورت شويه ستوريات ويا حبيب ياسو السابق اللي هو وسام تيكت، هي قررت تصور ستوريات او شويه مقاطع ويا حبيب بيسان السابق. وطبعا اكيد على هذا الموضوع يا حبايب عندهم هواي مقاطع بنفس الوقت، هي دائما تعلق له ويعلق لها ويرد عليها ويحكون ويا بعض قبل ما بيسان ترتبط بوسام تيكت. ولكن الشيء الغريب الموضوع هو ايش يسوي هذا الشخص الساعه بالاربعة بيت ياسو؟ هل هو حبيبها الجديد مثلا؟ ما ادري صراحة بالكومنتات، هل تتوقعون هذا هو حبيبها الجديد حالا صار يعني؟ او مجرد اسوي هذا الشيء عم يتغور بيسان وبيسام تيكت؟ ما ادري صراحة، هل تتوقعون هم يمكن هذا وسام تيكت السبب اللي خلى انه عفي ياسو ويرجع لبيسان؟ ما ادري صراحة اكتبوا لي بالكومنتات شو توقعاتكم على الموضوع، وبس لنهاية المقطع فجر مقطع من اللايكات، احبكم وبس، جنكم في زي مقطع من القصص، مع السلامة.